واحد بيسأل على قول السيد المسيح: ما جئت لألقي سلاما على الأرض بل سيفا، جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها إلى أخره. بيقول أرسلت هذا السؤال عدة مرات ولم تجب عليه. السيد المسيح قال الآية دي بمناسبة بدء المسيحية، يعني دين جديد جه. الدين الجديد ده في ناس يقبلوه وناس ما يقبلوهوش، فيحصل خلاف حتى في الأسرة الواحدة. الابن يؤمن مثلا وأبوه مش مآمن، فيحصل الابن يبقى ضد أبوه. الابنة تؤمن بالمسيح والأب مش مآمن، فيحصل خلاف بينهم وبين بعض. فيقصد بهذا الخلاف الخلاف بين الذين يؤمنون والذين لا يؤمنون، وهو ده اللي حصل في بدء المسيحية. وكل دين بيبتدي في ناس بيقبلوه ناس ما بيقبلوهوش. فقال: ما جئت لألقي سلاما على الأرض من ناحية دي يعني، بل سيفا. السيف ده وقع على المسيحيين مش صدر من المسيحيين، يعني كان سيف ضدهم مش سيف منهم. وفعلا وجدنا الدولة الرومانية سيوفها ضد المسيحيين في عملية استشهاد ضخمة قتل فيها الآلاف وعشرات الآلاف. لكن ما يقصدش ان المسيحية تمسك سيف، طبعا لا، بدليل ان بطرس الرسول لما جه يدافع عن المسيح وقت القبض عليه وجرد سيف قال له: رد سيفك الى غمدك، الذين يأخذون بالسيف بالسيف يؤخذون. ورفض السيد المسيح ان بطرس يستخدم سيف. ولما اذى عبد رئيس الكهنة وقطع له ودانه شفاه السيد المسيح ووبخ بطرس على الحكاية دي.